مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم على شاشة 17 في جولة مع الحدث، نبدأها بكلمة لا بد منها. ماذا بعد وإلى أين؟ يسأل المواطنون اللبنانيون الذين تابعوا همروجة انتخابات رئاسة المجلس وكرنفال انتخاب نائب الرئيس والهيئة العامة، والذين لاحظوا واستنتجوا كيف أن المايسترو المتحكم بالسوق السوداء للدولار أفلت سعره من عقاله ليحلق عاليا بانتظار استحقاق ثاني يخدروننا به هبوطا ثم صعودا إلى ما لا نهاية. البارحة انكشف المستور وتلاقى الأحباب وتلاقت الأحزاب لتجدد ولاية المجدد له مرارا وتكرارا. والصعب هان بانتخاب أبو صعب نائبه، وهو الحليف المفدى للصهر المفدى، ومن كان عدوك المصطنع لشد العصب في زمن الانتخابات أصبح حليفك في الترشيح والتصويت العلني والسري. وما رأيت على الأتباع الأوفياء طائعين القابلين لقدر الله وقضائه بإبقاء الجلادين في كراسيهم ومناصبهم؟ ماذا تنتظرون بعد من هذه السلطة السارقة المارقة؟ وإلى أي جهنم أخرى سيأخذوننا بعد؟ فبعد أن تمترسوا في الرئاستين الثانية والثالثة، من يضمن لشعب لبنان العظيم أن لا يفرض عليهم وزير الهلهو في الرئاسة الأولى، وذلك لإكمال إنجازات العم، وتنتهي ورشة القضاء على ما تبقى من وطن وما تبقى من هوية وما تبقى من سيادة؟ ماذا بعد وإلى أين؟ الجواب ليس في المجلس النيابي بالتأكيد. من 17 نتابع وإياكم جولتنا مع الحدث، نبدأها بأهم العناوين. مسلسل جديد تبدأ حلقاته مع تشكيل الحكومة الجديدة من إعداد وإخراج الحزب الإيراني. مافيات التجنيس في قصر بعبدة تفاوض على أسعار الباسبور اللبناني القوي. الإضرابات ستتوالى ونقمة الشعب ستتزايد في ظل مراوغات الحكومة ووزرائها. وفي الجولة أيضا مجازر النظام السوري بحق شعبه إلى الواجهة مجددا، والمجتمع الدولي يتفرج. تزويد أوكرانيا بصواريخ أمريكية، حديث الساعة بين القوى المتصارعة في الأزمة الأوكرانية. أهلا وسهلا بكم مجددا على شاشة 17. كما كان متوقعا ب 65 صوتا، وهي الحد الأدنى للفوز وبتسوية واضحة المعالم، فاز نبيه بري برئاسة المجلس والياس أبو صعب بنيابة الرئيس، وكذلك النائب ألا عون في أمانة السر. وتظهرت معالم الصفقة بين التيار والثنائي بخياطة حزب الله التي أفضت إلى الإمساك بهيئة مكتب المجلس، وبرز صوت عال للقوى التغييرية والمعارضة لم يكن موجودا سابقا، وهي التي تخوض تجربتها الأولى داخل البرلمان. وبعد استكمال المطبخ التشريعي جاء دور الرئاسة الحكومة العتيدة، والموضوع بيد رئيس الجمهورية الذي عليه المبادرة إلى التشاور مع رئيس مجلس النواب الجديد القديم في موضوع بدء الاستشارات الإلزامية لاختيار شخصية سنية وحسب أعراف النظام الطائفي المهترئ لتشكيل الحكومة الجديدة. من جهته رأى رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط أنه بعد هزيمة أمس للأغلبية الجديدة في المجلس النيابي في انتخاب نائب رئيس نتيجة سوء التنسيق، قد يكون من الأفضل صياغة برنامج مشترك يتجاوز التناقضات الثانوية من أجل مواجهة جبهة 8 أذار السورية الإيرانية، التي للتفكير ستنتقم لهزيمتها في الانتخابات بكل الوسائل ولن ترحم أحد. أكد النائب سليم الصايغ أن التاريخ أثبت أن الوظائف في مكتب المجلس النيابي هي وظائف معنوية أكثر مما هي سياسية فعلية، إذ بوجود بري في المجلس لا دور آخر لأحد. ولفت إلى أن التجربة الأولى للنواب أثبتت أن هناك سوء تنسيق بينهم بالوقت الذي توجد فيه كتل نيابية متفقة مع بعضها. وقال أن انتخاب بري لم يكن ليحصل لولا دعم التيار الوطني الحبر المباشر، فالمطلوب كان ألا يخسر وألا يربح بأصوات كبيرة.
وفي جردة تغريدات اليوم ما كتبه النائب أشرف ريفي عن الجلسة الأمس التي باتت تستدعي حاجة ماسة للتنسيق بين المكونات التي تؤمن ببناء الدولة بالتفاهم على العناوين الوطنية التي لا خلاف عليها. هناك الكثير من الشخصيات التي تتمتع بالمصداقية والاحترام والقادرة على التواصل مع الجميع ولتستطيع لعب دور في هذا المجال. إنقاذ لبنان يحتم هذا التنسيق. أما عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقايس فقد غرد كاتبا: الأكثرية لم تتضح بعد، لم يكن هناك منافس لبري، ومع ذلك وصل إلى الرئاسة بشق النفس نتيجة اتفاق معد سلفا. إدارة معركة نائب الرئيس كانت سيئة نتيجة عوامل عدة، فجاء أيضا بالنتيجة عينها. فلنوقف تبادل الاتهامات ولنحاول مرة أخرى إكراما للشعب تظهير الأكثرية. اليد من هنا لا تزال ممدودة. أما النائب جميل السيد فغرد: مرأنا بالحرب ومحاولات الاغتيال وعشنا الاعتقال 4 سنوات وتعرضنا لعقوبات من برا وطعن من جوا، وما تغيرنا ولا تخلينا ولا بعنا ولا اشترينا، مخلصين لأنفسنا وقناعتنا، مستمرين لأن الحياة وقفت عز. لكن نصيحة: صغاركم صورة عن أخلاقكم، وإذا ولادك زعران ستسقط معهم ولو كنت نبياً. ومن سلسلة الفضائح لحكومة الوقت الضائع معلومة أنه تم تهريب مرسوم يقضي بتفرغ وزير الأشغال العامة الدكتور علي حمية في الجامعة اللبنانية، وبقيت المعلومة طي الكتمان ولم تدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، ومعليش إذا 1520 أستاذ ينتظرون دورهم للتفرغ. واليوم حافظ الدولار على المستويات المرفعة التي سجلها أمس، وتراوح سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 31200 ليرة للشراء و 31300 ليرة للمبيع. ملف التجنيس يعود إلى الواجهة، ومافيات القصر تتحكم بسعر الباسبور اللبناني، تقرير وفاء مكارم. قبل بضعة أشهر من انتهاء ولاية العهد القوي بدأت معلومات تتسرب بقوة عن مرسوم تجنيس جديد قيد التحضير تمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لرجال أعمال سوريين تحديداً لتحررهم إلى حد كبير في عمليات التحويل المالية في الخارج، بالإضافة إلى إعفائهم من الضرائب التي يفرضها القانون اللبناني على رجال الأعمال الأجانب. ويتردد أنه بالتنسيق مع منفذي قصر بعبدة تعمل مكاتب متخصصة بتخليص المعاملات وتنكب على إنجاز المستندات المطلوبة لمرسوم التجنيس، وبأن استدراج العروض بدأ لمتمولين سوريين تحديداً يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني الذائع الصيت مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز، بالإضافة إلى رجال أعمال عراقيين وغيرهم. صحيح أن جواز السفر اللبناني هو من بين الأغلى عالمياً، وصحيح أنه لا يقدم لحامله تلك الامتيازات العظيمة، لكنه قد يمنح حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية تحديداً الأمريكية التي تطال النظام السوري ومقربين منه، كما يمنح حرية التحرك للعراقي الذي تقف جنسيته عائقاً أمام دخوله بعض الدول الأجنبية. إنها ليست المرة الأولى في تاريخ هذا العهد المستقبلي يجنس فيه عباقرة في العلوم عفواً في الأعمال، وبعضهم سقطت عليه العقوبات والبعض الآخر ينتظر دوره في جولة التجنيس المقبلة. نفت وزارة الزراعة ما يتم التداول به على وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مرض يؤدي لنفوق الدجاج، وأنه يتم بيع هذا الدجاج النافق في الأسواق. وأهابت وزارة الزراعة بالمواطنين ووسائل الإعلام توخي الدقة حرصاً على هذا القطاع الرائد في لبنان ولتتعتاش منه آلاف العائلات. نقابياً أعلن رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس في مؤتمر صحفي بعد اجتماع استثنائي في مقر الاتحاد العمالي العام أن الخميس في 23 حزيران المقبل سيكون يوم إضراب شامل لقطاع النقل البري. وتساءل طليس: لماذا لا يتم تنفيذ الاتفاق الذي التزم به رئيس الحكومة؟ لماذا لا تجتمع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للبدء بتطبيق الاتفاق؟ ولماذا الالتفاف على السائقين والعمال والموظفين ببدعة زيادة بدل النقل التي لم تلتزم الدولة وأغلب المؤسسات العامة والخاصة بتطبيقه؟ وقال طليس: التعرفة لا يمكن إصدارها بشكل رسمي طالما لا يوجد سقف لأسعار المحروقات وقطع الغيار وجنون الدولار. العام الدراسي يوشك أن ينتهي ولم تنتهي معه الأزمات وتخبط وزارة التربية بملفاتها.
هل سينتهي العام الدراسي في لبنان على خير؟ سؤال يقلق الطلاب وعائلاتهم والجسم التعليمي وإلى حد ما وزارة التربية وإداراتها المختلفة. بعد أن فعلت الكورونا فعلها في الحياة المدرسية وبعد التخبط الذي طاول الوزارات المسؤولة ومنها وزارتي الصحة والتربية وبعد كثرة الإضرابات في المدارس الرسمية التي لا تعد ولا تحصى وتأخر إعطاء كامل المنهج الدراسي لكل المواد التعليمية، هل سيكون الطالب جاهز ومهيأ للامتحانات وخاصة طلاب الشهادات الرسمية؟ جاء قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي للإعلان عن نهاية العام الدراسي في 30 حزيران على أن تجرى امتحانات الفصل الأخير في الثانويات والمدارس الرسمية لصفوف شهادة الثانوية العامة بكل فروعها والشهادة المتوسطة اعتبارا من 26 أيار 2022 على أن تنتهي كحد أقصى يوم الاثنين في 6 حزيران، على أن تودع لوائح النتائج النهائية لدى المنطقة التربوية في مهلة ونهاية دوام الاثنين في 13 حزيران 2022 ضمنا. فماذا عن مراكز الامتحانات؟ هل ستكون مهيئة أيضا لاستقبال التلاميذ لإجراء امتحاناتهم في جو يؤمن لهم التركيز وعدم التشتت؟ وهل ستراعي وزارة التربية وضع التلميذ ليجري امتحانه في مدرسة تكون قريبة من بيته؟ أسئلة كثيرة نضعها عند وزارة التربية والوزير، لعل وعسى تنتهي هذه السنة الدراسية الكئيبة ليكلل فيها الناجحون رغم كل الإضرابات والعطل والتأخير الذي واجهوه، هذا عدا عن الوضع المزري للهيئتين التعليمية والإدارية والذي سيكون لنا كلام آخر في تقرير مفصل مع شهادات عن الوضع التربوي في مدارسنا العامة والخاصة. أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن سقف قرض مصرف الإسكان للطاقة الشمسية هو بين 75 مليون ليرة و200 مليون مع فائدة 4.99%، وأثنى على مبادرة مصرف لبنان والمهجر الذي بدأ بإعطاء قروض للطاقة الشمسية بقيمة 500 مليون ليرة، متمنياً على بقية المصارف أن تحذو حذو المصرف الإسكان والمصرف المذكور لتغطية جميع طلبات اللبنانيين وفي المناطق كافة. وأشار إلى أن مصرف الإسكان لا يستطيع أن يحل مكان الدولة وأن مصرف الإسكان لا يستطيع بقروضه تغطية كل الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن هناك اتصالات لتوقيع اتفاقية عقد تفاهم مع صناديق أوروبية وعالمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. أمنياً وفي صيدا أقدم أحد الأشخاص على إطلاق النار من سيارة رباعية الدفع سوداء قرب منزل النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وتضرر المباني المجاورة وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمعرفة الفاعل. وتعليقاً على الحادث قال البزري: عرفنا الشخص الذي أطلق النار أمس واسمه موجود للقوى الأمنية منذ الأمس ومستغرب عدم تحرك القوى الأمنية وتوقيفه حتى الآن، وهذا العمل لا علاقة له بالسياسة إنما أضعه ضمن إطار التفلت الأمني. أمنياً أيضاً وفي كلية الحقوق في جل الديب حصل إشكال طلابي بعد أن حاول طلاب الفرع إزالة صورة الرئيس بشير الجميل من أمام فرع الجامعة، وهذا ما استفز طلاب القوات اللبنانية الذين استخدموا صورتين لجميل وجعجع ووضعوها في باحة الجامعة. في مرج عيون شب حريق صباحاً في كنيسة مارجا ورجيوس للروم الأرثوذكس في برج الملوك، وأتى الحريق على عدد من محتويات الكنيسة وأيقونات، وعلى الفور حضرت سيارات الدفاع المدني من مركزي القليعة وجديدة مرج عيون وعملت على إخماد النيران. قضائياً غردت نائبة العامة الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون سائلة: يا حضرة رئيس التفتيش، هل أحلت غسان عويدية على التأديب بعدما خالف ووزع الأعمال في دائرتي محلي؟ أم الهدف فقط كما يريد الرئيس الأول الانتقام من غادة عون وإحالتها على التأديب لسحب الملفات منها وحماية سلامة والمصارف؟ دعا محافظ مدينة بيروت مروان عبود أصحاب ومستثمري مولدات الكهرباء ضمن نطاق مدينة بيروت المركزة ضمن الأبنية السكنية أو خارجها وجوب تزويد عادم للمولد الكهربائي بنظام فعال لمعالجة الملوثات الهوائية والعمل على صيانة نظام معالجة الملوثات الهوائية بشكل مستمر ودائم مع الشركات المختصة وإبراز عقد الصيانة ذات الصلة للإدارة، وذلك خلال مهلة شهري من تاريخه تحت تائلة الملاحقة القانونية واتخاذ الإجراءات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة منها تنظيم محاضر ضبط والختم بالشمع الأحمر.
من أخبارنا العامة، أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق اسم شيرين أبو عاقلة على برنامجها التدريبي السنوي للمذيعين والصحفيين الفلسطينيين. يشار إلى أن أبو عاقلة قتلت أثناء تغطياتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى. في سوريا عادت مجزرة التضامن إلى الواجهة من جديد بعد الأنباء المتداولة حول مرتكبها أمجد يوسف، وهو ضابط في قوات الأمن السوري، إلا أن مصير هذا الرجل لا يزال غامضاً ويشوبه الكثير من علامات الاستفهام. وكانت تقارير استخباراتية قد كشفت عن قيامه بعمليات إعدام جماعية قبل سنوات بحق عشرات المعتقلين في سجون النظام السوري بحي التضامن الواقع في العاصمة دمشق. وذكرت التقارير أن النظام السوري متورط في تلك الجرائم، معتبراً أن يوسف لم يقدم على ذلك بشكل فردي، وإنما هو جزء من منظومة، ولذلك تم اعتقاله خوفاً من افتضاح المزيد من الجرائم البشعة ونشرها للعلن. في العراق يراوح الانسداد السياسي مكانه وسط جمود في ملفي انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة، على الرغم من مرور أشهر على طي الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول الماضي. جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديد أمام البرلمان بشن عملية عسكرية على بلدتين في شمال سوريا تستهدف مقاتلين أكراد تعتبرهم أنقرة إرهابيين. وقال أردوغان أن تركيا تنتقل إلى مرحلة جديدة في عملية إقامة منطقة آمنة من 30 كيلومتراً عند حدودها الجنوبية، وأضاف سنعمل على تنظيف منبج وتل رفعت. حققت القوات الروسية خلال الأيام الماضية توسعاً ملحوظاً في الشرق الأوكراني بعد سيطرتها أمس على غالبية مدينة مهمة في إقليم دونباس. اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي الدعم العسكري الأمريكي لكييف في النزاع غير مسبوق وخطير. وفيما لم يحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن نوعية الأنظمة الصاروخية التي ستزود بها بلاده أوكرانيا، على الرغم من وصفها بالمتطورة والدقيقة، إلا أن أحد المسؤولين الأمريكيين الذي رفض الكشف عن اسمه كشف أن الأمر يتعلق براجمات صواريخ يصل مداها إلى 80 كيلومتراً. وفي السياق اتهم الكرملين واشنطن اليوم بصب الزيت على النار بعد الإعلان عن تسليم أنظمة صواريخ أمريكية إلى كييف لصد الهجوم الروسي في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الكرملين أن استراتيجية الولايات المتحدة هي محاربة روسيا حتى آخر أوكراني، وشدد على أن التسليم شحنات من هذا النوع لا يشجع القيادة الأوكرانية على استئناف مفاوضات السلام. في غضون ذلك وبعدما ألمح العديد من المسؤولين الروس الاستعداد لمبادرة الأسرى من القوات الأوكرانية الذين استسلموا للقوات الروسية خلال الفترة الماضية في المناطق الواقعة شرق أوكرانيا، أكدت نائبة أوكرانيا موالية لموسكو ألا تبادل المرتزقة. وقالت رئيسة لجنة التشريع الجنائي والإداري في مجلس الشعب بجمهورية دونيتسك الشعبية التي لا تعترف بها سوى روسيا أن المرتزقة الأجانب الذين شاركوا بالقتال في دونباس إلى جانب القوات الأوكرانية بمن فيهم البريطانيان وكذلك المغربي لن يشملهم التبادل. في خبرنا الأخير، نددت الخارجية الصينية بشدة بالبيان الأمريكي نيوزيلندي المشترك الذي يتهم الصين بتهديد الأمن في منطقة المحيط الهادئ. جولتنا مع الحدث انتهت، مزيد من الأخبار تجدونها على موقع tv17.com. إلى اللقاء.